أعزائي المشاهدين، مساء الخير. حلقة جديدة من برنامج من أول السطر، وضيفنا اليوم راح يكون من مدينة حلب. حلب مدينة العراقة والتاريخ، مدينة الأدب والطرب والفن الجميل، حلب الأصالة في كل شيء. خلونا أولا نتابع الفيلم عن ضيفنا ونتابع الحوار سوا. تفضلوا. لعل أهم ما يميز سوريا عبر التاريخ حضارتها القديمة التي تتحدث عن نفسها والتي ما تزال عامرة حتى الآن. حلب إحدى تلك المدن الشاهدة على عصرها من خلال قلعتها التاريخية وطرازها المعماري الرفيع. ولا غرابة أن يولد في حلب مهندسون بارعون تأثراً بجمال عمرانها. المهندس المعماري فتح الله راهبة أحد أبناء حلب، ولد عام 1951، نشأ وترعرع بين جدران أحيائها القديمة، درس في مدارسها، ثم انتسب إلى جامعتها كلية الهندسة المعمارية وتخرج عام 1977. عمل بعدها مشرفاً على العديد من المشاريع العمرانية، وأدار العديد منها، أهمها مشروع بناء فيلات جبلة عام 1986. اختير عضواً فنياً في اللجنة الفنية لحلب القديمة لثلاث سنوات متتالية. استهواه شغفه بالتراث السوري القديم للعمل كدليل سياحي مرخص عام 1998. ساعده في ذلك لغته الإنجليزية التي يتحدثها بطلاقة. اهلا وسهلا فيك استاذ. اهلا استاذ يا عماد. حلب اجل الله خي. حلب، نرجع لحلب من اول شيء، بدنا نحكي عن حلب الجميله وطفولتك فيها. شو المأثر بذهنك من حلب؟ حلب مثل ما حضرتك تفضلت، حلب الاصاله، حلب التاريخ، حلب الفن، حلب الموسيقى، حلب المطبخ. مطبخ حلب بس المطبخ. ما مبين فيك المطبخ الحقيقه. استاذ يعني ما شاء الله الحلبيه غالبا طبعا الاكل الحلبي مشهور يعني ايش رايك بشعب عنده 45 نوع كبه؟ يعني لك زمان تارك حلب؟ اربع سنين ونص. اربع سنين ما حلك تنحف الأرض يعني. الحقيقه حلب يعني على الآن بالذاكرة أكيد، يعني ما هو ممكن تنمحى. حلب المدينة القديمة، حلب القلعة، حلب الطفولة، حلب المدرسة، حلب الجامعة. اي هلا لا شك، لا انا بدي شو انت برأيك ما يميز المجتمع الحلبي عن غيره؟ شو بتتميز؟ انت عشت بمدن اخرى اكيد يعني. المجتمع الحلبي بدك تسميه تقريبا مجتمع بين تاجر وبين مغلق، يعني ما انه انغلاق اجتماعي قد ما انه انغلاق طبقي. الحلب طبقيا مقسمه الى طبقه تجار، طبقه مزارعين، طبقه صناعيين، يعني الطبقه بتجتمع مع بعضها من كل الفئات، دينيا
مشكلة من عدة أنواع. ما فيها ما في تقسيم ديني إنساء. أنا بحواري مع الدكتور قحطان مهنا كاتب رواية ميلاد من حلب، من كتبه مصور بروايته أنه حلب بالحي الواحد بتلاقي كان فيه خصوصا مجتمع الخمسينات هناك اليهودي والمسيحي والمسلم وفي تعايش غريب بين بعض. تعايش كامل. تعايش كامل، يعني ما بتحس بأي فرق. مثل ما قلت لك المجتمع بيتوحد بناء على طبقة اجتماعية معينة، تاجر، مزارع، صناعي. لا شك أنه الصناعيين بحلب كان لهم دور كتير كبير. يعني ما في أي تمييز ديني في المنطقة، أي لا شك فيه، هذا الشيء مفروغ فيه. بسوريا بشكل عام نحن ما نعرف هذا أكيد. وتعتمد سوريا بشكل عام على التمايز أو التعايش السلمي بين مكونات الشعب أيا كانت، سواء كانت دينيا أو عرقيا، أو حتى يعني إجت شعوب من لاجئة، من هربت من مجازر ما، من حروب ما، كلها إجت وعاشت واستوطنت، وما بتحس بأي فرق بينها وبين حدا تاني. يعني حلب استقبلت المهاجرين اليونان، وما زال بحلب في جالية يونانية لتاريخ اليوم. الأرمن أكيد سكنوا فيها وأبدعوا وقدموا صناعة وقدموا أدب وقدموا فن وقدموا موسيقى. تعايش كامل. شوف هلا نحن حلب بذهننا حاليا بشكل عام يعني مشهورة صناعيا حلب، ومشهورة كمان بالطرب والفن، معروف كانت يعني حلب كان هي طلعت سلاطين الطرب، منهم راحوا على مصر وصاروا مشاهير كتير، منهم نجاة الصغيرة يمكن فايزة أحمد، كلهم هدول من حلب. لبلوبة، صباح فخري مثلا، لبلوبة من حلب، لبلوبة من حلب، في كتيرين. إضافي كان يجوا مطربين من مصر أو غيرها لحلب لحتى يختبروا صوتهم. تحكينا هيك أم كلثوم، عبد الوهاب. فرضا عبد الوهاب أول ما سوى حفلته بالمسرح حضروا له 4-5 قالوا له هدول بس، سأل إنه هدول بس اللي يحضروا، قالوا له هدول الحكام السميعة. السميعة هدول. ثاني يوم الصالة تعبت، لأنه كان يعني أعطوا تقرير إنه فعلا عبد الوهاب فنان موهوب وإلى آخره، ومنه انطلقت شهرتون. أنت درست بحلب بمدارس حلب أكيد الابتدائي. درست في معهد الأخوة بحلب من الابتدائي للثانوي. كيف كان تدريس هذيك الأيام؟ أوف، تدريس رائع جدا. يعني كنتوا تأخذوا دروس خصوصي بعد ال؟ لا أبدا، ما في، صدقني أبدا. ما تحتاجوا، ما نحتاج، لأنه أنت بتخلص الحصة مستوعب الدرس على الأخير. على الأخير بالكامل يعني. وكان كل حصة بدك تداوم فيها يوميا كان في لك تسميع كتابي لمدة 5 دقائق عن الحصة اللي أخذتها، وبالتالي أنت مجبور تتابع الدروس يلي أخذتها حتى تقدمها، وإلا ما بتمشي. في أساتذة معينين عاليين بذهنك لسه بتتذكرهم؟ أي طبعا طبعا، أستاذ جورج داية، أستاذ شكور، أستاذ سقال. شو كانوا يدرسوكم مواد؟ فرنساوي، إنجليزي، رياضيات، عربي. شو المادة اللي كنت تحبها أكثر شيء؟ العلوم والرياضيات. العلوم والرياضيات. منين إجاك لكان فن العمارة واتجهت للعمارة؟ يعني حبك للعمارة إجا متأخر ولا؟ الحقيقة العمارة كانت نتيجة علامة البكالوريا. دخلت الجامعة، بس الحقيقة يعني مشي الحال بالعمارة. وحبيت العمارة بعدين. ايه طبعا حبيت العمارة والفنون. هلا حلب مشهورة بفن العمارة يمكن، والقلعة تبعها أكبر شاهد. كمان نحن مشتهر بحلب يمكن بالذاكرة القريبة أو التاريخ القريب، هي كانت دولة عاصمة الحمدانيين يعني. أبو فراس. أي واحد بيتذكر أبو فراس الحمداني والمتنبي، هدول الفارابي. الفارابي هدول كلهم من حلب. طيب عندك معلومات عن حلب؟ أنت بيقولوا أقدم مدينة مأهولة بالتاريخ ولا؟ هلا بحسب اليونسكو كمدينة سكنية حلب تعود 12,000 قبل الميلاد. 12,000 عام. 12,000 قبل الميلاد. بتذكر وقت اللي كنت في الإسكان كنا بالحمدانية عم نحفر أساس بناية. الحمدانية بعيدة عن حلب نسبيا. طلع عنا مغر
أو كهف كان فيه مقبرة تعود ل شفنا فيها، أنا شفت فيها تماثيل صغيرة يعني تعود إلى فترة العصر الحجري أكيد. منطقة الإنصاري سكنت بالعصر الحجري لا شك. يعني حلب ازدهرت كمدينة بعد سقوط إبلة. سقوط إبلة كان بال 2225 تقريبا مع نرامسين. حلب ظهرت كمدينة تجارية وصارت عاصمة مملكة يمحاض بال 1750 حتى ملك ماري عاش فيها وتجوز بنته لملك حلب شيبتو وانتقلت لمدينة ماري، وكان في مراسلات بينات بعضهم. كان يدور في هالمملكة بالفلك تبع مملكة يمحاض 20 إمارة، وبالتالي كانت حلب عاصمة مهمة بال 1750. حلب دمرت تقريبا مع الحسيين 1650 مع شعوب البحر بال 1200. حلب كانت لا شعوب البحر نفسهم اللي دمروا أوغريت. طبعا دمروا شرق الساحل البحر الابيض المتوسط بالكامل ووصلوا لحلب. بالضبط. سبب تفوق شعوب البحر انه كانوا يملكوا اسلحه حديديه، بينما شعوب المنطقه كانت تستعمل السلاح البرونزي، وكان هذا اخر فتره للعصر البرونزي، ومنه بلش العصر الحديدي مع شعوب البحر. طيب انت هلا بنرجع بنحكي تفاصيل هي بعد ما نحكي شوي عن مراحلك الدراسيه. انت فتت على جامعه حلب. فتت على جامعه حلب، تخرجت منها مهندس معماري، فورا انتقلت، رحت سلمت حالي للعسكريه فورا منشان ما تمر علي الايام على الفاضي. خلصت دوره العسكريه، التحقت في مؤسسه الاسكان العسكريه، خدمت دولة في مؤسسة الإسكان العسكرية، استلمت مشروع مسبق الصنع. أول بناية بسوريا بتطلع من أربع طوابق ملبسة حجر، تركيب حيطان مع بلاطات أنا مسويها بحلب ولا بحلب. المعمل أنا سويته بحلب. مثلا أنا طبعا ما كثير عشت بحلب، بس رحت لها زيارات وفترة يمكن معينة، بس بتشوفت على شارع نفس البناء التنظيم المعماري، مثلا البناية ثلاث طوابق، كل شارع ثلاث طوابق، بناية أربع طوابق كلها نظام عمراني ثابت، نفس نقشة الحجر، نفس نوع الحجر، نفس البلاكين، نفس هي التنظيم بحلب. النظام العمراني ثابت. ثابت نظام العمراني ثابت، ما هو ممكن تلعب فيه. ما في يعني لا أبدا، ثلاث طوابق، أربع طوابق. أي مخالفة تهد. خلصت من الخدمة الإلزامية، وين بعدين اشتغلت؟ تابعت فترة كمان بالإسكان العسكرية، انتقلت لجبلة، استلمت مدير مشروع فيلات جبلة لمدة سنة. رجعت لحلب للإسكان العسكري المنطقة الصناعية، استلمت قسم ديكور مطابخ ومعمل دهان. بعدين فتحت مكتب هندسي لتاريخ بعد قبل سنتين. شو قصة تدريسك بالجامعة؟ أنت ما دارس دكتوراه؟ لا ماني دارس دكتوراه، هواية، لأنه نحن بدراستنا بالجامعة درسنا تاريخ الفن، تاريخ العمارة، وكانت هالمادتين كثير لهم تأثير عندي. عندي حب شغف بالتاريخ. إيه درست أنت بجامعة حلب أولاً؟ درست بجامعة حلب بالفنون لمدة سنة. كلية الفنون الجميلة؟ كلية الفنون الجميلة لمدة سنة، مادة تاريخ الفن. بعدين اشتغلت بالسياحة. قبل خلينا نحكي عن تاريخ الفن، يعني فينا نحكي عن تاريخ الفني لسوريا ايمتى؟ يعني تاريخ الفن اعرق العريق، شو العريق كان بتاريخ الفن السوري؟ هل هي فن النحت، فن الرسم، فن او التصوير يسموه، فن العمارة، شو الفنون كانت مزدهرة بسوريا؟ كل اللي حكيته موجود بالتاريخ السوري القديم. أقدم شيء وأقدم. يعني هلا أول شيء وجد فني، يعني هلا أول تحفة فنية، يعني ممكن تقول أول تحفة فنية كلوحة جدارية. أيوة. انوجدت في ماري لوحة تنصيب زمري ليم. لوحة رائعة، انتقلت فكوها وأخذوها لمتحف اللوفر. يعني شو رأيك إنه عم بتشوف لوحة جدارية من 4 أمتار ب4 أمتار، لوحة تنصيب بكل ألوانها بكل تفاصيلها بكل أشكالها،
كاملة، لوحة جدارية، وهذا ما كان شيء معروف. هلا جدارية مرسومة رسم ولا نحت؟ جدارية مرسومة رسم مع ألوانها. مع ألوانها. مع ألوانها. موجودة باللوفر هلا؟ حاليا موجودة بمتحف اللوفر. سرقوها، إيه. مثل ما سرقوا كثير. مثل ما سرقوا كثير شغلات. وتراثنا وثقافتنا، لأنه بالضبط. لقاءات سابقة يحكي إنه ثقافة المنطقة نقلت بالكامل عبر اليونان لأوروبا، وهن طوروها، ونحن عدنا مدري شو صرنا نتراجع لورا للأسف. اللي بيشوف ماضينا ببكي على حاضرنا. هيك. طيب نحن إذا تاريخ الفن، أقدم لوحة بالعالم أو عالميا، لوحة جدارية بدك تحكي. إذا في مجال الرسم والنحت والتصوير لنا، يعني كمان سوريا عريقة ولا تاريخ عريق طبعا، يعني في مجال آخر مثلا بالغناء. حلب شهرتها بالغناء، منين أخذتها؟ هل هناك جذور قديمة لهذا؟ طبعا جذور سريانية. يعني هلأ لما تروح للقداس بالكنيسة، الترتيل هو عبارة عن طقوس سريانية، الحكي سرياني كان. ممنوع كان يدخل آلة موسيقية في القداس، كان عبارة عن اللحن بالصوت، يعطي الأداء بالصوت. جذور سريانية بحتة. طب السريانية شو المقصود بالسريانية؟ هل هي سكان سوريا بقصد؟ سكان سوريا يعني هلأ ممكن تقول الآرامي هو الجذر الأساسي. من الآرامي توزع الكلداني، السرياني، البابلي، الآشوري، كلهم هدول من شجرة واحدة اللي هي الآرامية. الآرامية. السريانية من استوطنين؟ سريان استوطنوا بكل سوريا، انطلاقا يعني. من الجزيرة السورية، وانطلاقا إلى الساحل السوري. إلى الساحل السوري. طب نعرف بالتاريخ، نحن في شغلة بيقول لك حضارة ما بين النهرين، حضارة وادي النيل، كمان الساحل السوري. شو مقصود ما بين النهرين يعني؟ هل هي كثير ناس بيعتقدوا إنه بس العراق، يعني قصدهم العراق؟ طيب هذا تقسيم الباحثين الغربيين. نعرف انه بين نهرين هي دجلة والفرات، وبنعرف انه دجلة والفرات بينبعوا من شمال سوريا، والمصب بالبصرة بالعراق. وبالتالي هالمنطقة من شمال سوريا لخليج البصرة بيركزوا فقط على منطقة العراق، على أور او المدن العراقية. الغاية منها هو إثبات أن السومريين بالنسبة لهم هن عرق آري، والسومريين لتاريخ اليوم لسه جذورهم ما تحددت. السومريين كانوا بيسموا حالهم أصحاب الرؤوس السوداء. فبيحاولوا ينسبوا الحضارة، حضارة العراق حاليا، إلى السومريين يلي هن جزء من العرق الآري. السومريين وقت أجوا للمنطقة ما أجوا لمنطقة فاضية، المنطقة كانت مأهولة بالسكان، حضارة العبيد، حضارة النطوفية إلى آخره. السومريين أجوا لمنطقة مأهولة، تفاعلوا وتأثروا وأثروا. وبالتالي ما هو ممكن بس ننسب الحضارة الموجودة في العراق إلى بس السومريين، لأنه المنطقة كانت مأهولة. يعني قبل ما نشوف السومريين كان في فخار، درسنا فخار يعود إلى 5000 و 4000 و 6000 سنة، كان يصنع باليد قبل الدولاب. وبالتالي ما هو ممكن نجي نقول أنه بس السومريين هن اللي أبدعوا. هذا كان فكر غربي لتأكيد أنه السومريين أصحاب العرق الآري هن ذات التأثير الأساسي في المنطقة. نسيوا حضارة الخابور، نسيوا حضارة الحسكة، نسيوا حضارة تل أحمر، نسيوا حضارة المنطقة الموجودة على الفرات. هذول المدن اللي عم تذكرون هن سورية حاليا. سورية بالضبط. سورية السياسية. نسيوا ماري، نسيوا إبلة يلي هي الفترة المعاصرة لأكاد وأور وسومر. هلا في الفرات مثلا قلعة جعبر مثلا، هي قلعة جعبر بالرقة. كمان من أثر قديم، ما من كانت مأهولة ما قبل التاريخ. هي ضمن هي مو بالضبط. بس يعني ما بين نهرين مقصود فيها، إذن من شمال سوريا، من شمال سوريا لخليج البصرة. إذن في حضارة في هالمنطقة إضافة لحضارة يعني هم مثل ما قلت لك بيركزوا بس على العرق الآري، لأنه بالنسبة لهم ينتمي لهم. هيك هذا اللي بيهمهم. هلا هي التقسيمات سياسيه بالنهايه، انه بيحبوا يفصلوها على كيف. لا هذا بالنتيجه هم بيفصلوها على كيف. يعني هون عم ينسبوا فضلنا في الحضاره.
يعني هن بالنسبة لهم بدهم قاري، وهذا حكي مرفوض. هو هذا مرفوض مثل ما قلنا نحن، لأنه نحن في الحضارة لا تتجزأ، وهي تفاعل معظم حضارات، بتجي حضارة على أنقاض حضارة، على حضارة تستمر، يعني ما في شيء ينبع من فراغ، من لا شيء، يعني ما في شيء، ما حدا إجا من لا شيء، بيقول لك دائما بيجي شيء بيكمل طبعًا ما قبله. طبعا طيب نحكي نحن عن حضارة الفينيق وأوغاريت مثلا. هلا هوغاريت الحقيقة في إلها حزن في قلبي، ما أخذت حقها، ما أخذت حقها بالتاريخ كما يجب. أوغاريت بحسب اليونسكو سكنت 7000 قبل الميلاد، 7000 قبل الميلاد، تراكم الحضارات ما زالت موجودة وفي سبر. الحقيقة إذا بدنا نحكي عن أوغاريت، إلا فضل معماري كتير كبير. يمكن نعتبر أوغاريت من واحدة من أقدم المدن يلي بنيت مقاومة للزلازل. يعني لما بننزل لمقبرة قبر أم الملك، يمكن قصدك زرناها، بالزاوية اليسارية العليا في حجرة منحوتة بأربع أجزاء، شمال جنوب أسفل والسقف، يعني إذا بيصير الاهتزاز من كل الاتجاهات ممكن تقاوم. حجرة الزاوية يلي بتمسك الجدران منحوتة بأربع اتجاهات، وبالتالي ممكن تقاوم الزلازل من كل الاتجاهات، وهي ما سمعت حدا ذكرها. بالإضافة لطريقة البناء الأساسية، الأساسات بنيت بحجر صلب، المداميك العليا بنيت بأحجار هشة، بحيث لما بيصير زلزال الأساس بيتم ثابت، الفوقاني بتحرك بشكل بسيط. بالإضافة لما بتروح بتشوف قاعة العرش ما هي مبلطة بأحجار متناوبة هندسية، الأحجار مبلطة بتداخل بحيث تقاوم الزلازل من كل الاتجاهات. ما نذكر، يعني أنا من خلال قراءاتي عن أوغاريت ما حدا ذكر هل وجهة النظر. هلأ شفت أنا زرت أوغاريت وعملنا أكثر من مادة عن أوغاريت، لاحظنا كمان في صرف صحي، كان أكيد صرف صحي. صرف يعني الصحي واحدة من أقدم مدن، يعني إذا بدنا نقول مثل ما بيذكروا أقدم صرف صحي بالنسبة لهم وجد في باكستان، بينما عنا وجد بالألف الثاني قبل الميلاد بأوغاريت، إن كان بأوغاريت إن كان بماري إن كان بإبلا. هذا كله بيحاولوا ينسوه بس بيذكروا على عرق آري، هذا اللي بيهمه. هلا احنا نشوف يمكن هالثقافة تبعك التاريخية وإجادتك للغة الإنجليزية هن اللي دفعوك تتجه تشتغل كدليل سياحي. عملت فترة دليل سياحي. عملت فترة دليل سياحي. طيب طالما هيك بدنا نحكي شوي عن السياحة وعن الرحلات السياحية اللي بتجي على سوريا، بدنا نشوف سوا هالاستطلاع حول رأي الناس أو معرفتهم بالمواقع الأثرية أو السياحية بسوريا. هلا هو أغلب السواح اللي بجونا سواح ثقافيين. ما في عنا سياحة ترفيهية للأسف، يعني لما بخلص البرنامج الثقافي ما في محل تأخذ سائح لمسرح لحفلة غنائية، هذا تقريبا نادر. رح نتابع الاستطلاع الأول وبعدين نتابع حوارنا. شو هي أهم المعالم السياحية بسوريا؟ أوغاريت، قلعة الحصن بسوريا، قلعة المرقب. أهميتها آثارات قديمة تتجاوز أكثر من 200 سنة أو 300 سنة، بيجيوها سياح كثير من برا. في أوغاريت، في تدمر، في قلعة جعبر، في أبواب دمشق، أبواب السبعة لدمشق، تعكس حضارة ومتانة وقوة الحضارة العربية، مكانة الحضارة العربية عبر التاريخ، عبر مواقع الأثرية اللي عم نذكرها، عبر حضارتها القديمة المتجذرة بالتاريخ. هلأ أنا بعرف قلعة صلاح الدين، قلعة المرقب،
تدمر آثار تدمر، يعني الآثار اللي فيها أنه بتدل على أنه الحضارة القديمة، الحضارة العربية، وبتثبت مدى جذور العرب قديه صار لهم على هيدا الأرض. صلاح الدين الأيوبي تحمل الكثير من الآثار. في عنا يعني في عنا مثلا على سبيل المثال في ضمن مدينة اللاذقية في عنا كنيسة قديمة جدا ضمن السوق المقبي، تعتبر كانت معالم أثرية كتير جميلة. في عنا رأس شمرة اللي هي نعرف كلياتنا أنه الحفلة بجديد انطلقت برأس شمرة، هذا على مستوى اللاذقية، إضافة لكثير من القلاع الموجودة سواء كان بالشام ولا بحلب ولا كذا. طبعا أكيد في كثير من المآثر التراثية اللي بتعطي لسوريا قيمة حقيقية أثرية مشهورة عالميا. أهم المعالم السياحية بسوريا أكيد تدمر، حضارة لأن قائمة بذاتها عبر التاريخ من وقت طريق الحرير. في كمان إبلة جدا مشهورة، في عنا أفاميا، في عنا الحضارة الإغريقية الأبجدية العالمية، هي كلها أشياء قدمت أشياء مثيرة للعالم، عملت ثورة حقيقية بالحضارة وانتقال من عصور ما قبل التاريخ إلى عصور التاريخ. يعني يكفينا فخرا أنه دمشق أقدم عاصمة كعاصمة بالتاريخ وليست مدينة، هذا في جل كبير لكل مواطن يفتخر بأنه سوري. ايوه دكتور، شو رأيك باللي ذكروهم المعالم؟ نسوا كتير ولا؟ نسوا كتير كتير. شو انت برأيك؟ لا، سوريا تعتبر جنة بالنسبة لعلماء الأثار. بسوريا في عنا أكثر من 2000 موقع. 2000 موقع، أكثر من 2000 موقع، أكثر من 2000 تل أثري بحاجة للتنقيب. صحيح ذكروا عن إبلة، ذكروا عن ماري، ذكروا عن أوغاريت، بس في عندك كتير مدن تدمر، أفاميا، بصرة، في عندك يعني سوريا بالنسبة للسائح الثقافي تعتبر جنة. هي جنة، بس لاحظ أنه ضعف ثقافة حتى أن احنا السوريين بحضارتنا وتراثنا. للأسف يعني النماذج شفت ذكروا كم مدينة بيعرفوها مشهورة كتير بتتكرر كتير بالإعلام. هل هو برأيك تقصير إعلامي أم التربية بالمدارس أم نحن ما بعرف شو السبب برأيك؟ للأسف نحن في اللاذقية بتسأل 100 شخص أنه أنت شفت أوغاريت، يا 5-6 بقول لك شافوها يا ما حدا شايفها. من اللي بتسألهم يعني. من اللي بتسألهم. في تقصير إعلامي، في تقصير ثقافي، حتى بالمدرسة ما كتير داخلة في المناهج. ما بيدرسوها بالمناهج أبدا. شوف ده يمكن تاريخ، بيحكوا تاريخ الجزيرة العربية أكتر ما بيحكوا تاريخ سوريا. أكتر. هو تاريخ تحالى. لا شك إنه تاريخ جزء من تاريخنا. جزء، بس نحن بنركز كتير عليه، بنشوف دائما. بننسى تاريخنا الأساسي. وعن الجاهلية والإسلام وهي، بس ما بنحكي عن سوريا. لا أبدا. ابدا، رغم نحن يعني الناس كلها بتشهد بحضارتنا هي الاعرق والاقدم. ونحن بقول لك شغله، اغلب السواح اللي بستلمهم من المطار، لانه نحن بندخل نستلم السائح من الحرم. السائح اول ما بصل وجهه مكفهر معصب انه جاي لسوريا، عنده صيت شيء سيء جدا. بس ليش جاي طالما في السيت؟ لانه هذا اللي صح له الحقيقه، هذا اللي صح له. في احدى المناسبات ما كان في موبايلات، ما كان في احدى السائحات طلبت مني بدها هاتف، من كل بيت بدها هاتف تحكي مع انجلترا. املت لها هاتف، كلمتين حكيت مع انجلترا، نحن بامان، مبسوطين، طمنوا. شوف الدعايه اللي هي. ايمتى صار الحكي؟ قبل الاحداث طبعا. قبل الاحداث هي قبل الاحداث. هي دعايه الصهيونيه طبعا دعايه صهيونيه. بس شوف، مع كل هذا ما بيحسنوا يطمسوا حضارتنا. هذا السائح اللي جاي لعنا اللي شوفنا، يعني لو ما سمعان بحضاره السوريه القديمه اللي هو وقت بيجي وجهه معصب لعند الله. شو الدافع اللي عنده؟ شوف معلش، اني معناها شعوب هن، يعني هدول عندهم حماس للعلم. يعني تصور بيجي بخاطر بيعرف بلد مثل ما مصورين له اياها انه ما انا امنه، وجاي ليشوف هالمعالم السياحيه الثقافيه بالنسبه له، ليشوف تاريخ العالم. يعني عندك بالنسبه له تدمر كثير مهمه، قلعه الحصن كثير كثير مهمه بالنسبه له، بيعتبرها جزء من تراثه طبعا.
بالنسبة للفرنساوية عندك مدينة أوغاريت، عندك ماري يلي هن الباسات الفرنساوية اللي نقبت فيها، اخدين صيت كويس يعني. بالنسبة للسائح سوريا كسياحة ثقافية كتير كتير معروفة ثقافية. إذا بنقصنا بس مثل ما عم تحكي أنت، نحن ما بنعرف نسوي حالنا، ما بنعرف نسوي حالنا. يعني يفترض يكون بكل معلم سياحي بجنبه وسائل ترفيهية مثلا للسائح اللي بيجي يجي يتفرج على آثار مثلا أوغاريت، يلاقي مكان يرتاح فيه، مكان إذا بده يشوف مسرح، كافتيريا على مستوى ما في، كافتيريا على مستوى ما في، ما في. هذا تقصير من مين إذا؟ وزارة السياحة، وزارة الدولة. السياحة أكيد هي لأنه شغلتهم الأساسية، أو بكل محافظة يعني. هلا اللي بعرفه أنا لما انفرض عن السياحة بتحط شروط، كافتريات، مطاعم إلى آخره، بتحط شروط صارمة، بس على الأرض ما في هال، على الورق بس، على الورق، على التطبيق ما في هيك شيء نهائي. طيب شو أكثر شيء إن قلت لك بيزوروا الأجانب؟ تدمر ماري. إبلة. نحن برنامجنا بيكون هو عبارة عن 12 يوم بنستلمهم من مطار دمشق، بنقضي يومين في دمشق، بنشوف المعالم الأساسية. متحف دمشق يعتبر واحد من المتاحف المهمة في الشرق الأوسط بدون جدال. بننتقل من دمشق لتدمر. تدمر شو أهمية تدمر بالنسبة لهم هني؟ غير نحن نحكي اهميتها الحضاريه بالنسبه لنا كبيره، بس بالنسبه لهم ليش بيحبوا تدمر؟ هلا تدمر بالنسبه لاي منطقه، فرضا اليونان، لما بتروح فرضا بدك تشوف معبد اله البحر، بتروح ساعتين، مسافه ساعتين لتشوف عمودين، تصدقني عمودين ما اكثر بتدمر، لا باليونان. إيه؟ معبد الاله نبتون. إيه؟ بينما بتدمر بتشوف مدينه كامله، يعني انت بتشوف مدينة اثرية تعود الى هلا تدمر. مثل ما الباسة اليابانية نقبت، شافت معبد يعود للالف الثاني قبل الميلاد، تدمر كانت مسكونة من فترة العصور الحجرية في الكهوف المجاورة. والله طبعا هاي فوق بالجبل. ايه طبعا. وتدمر هلا بتلاحظ ما زالت اثارها، يعني في شارع رئيسي مبين، شارع مسرح يعني مدرج مسرح، وما في داعي يمكن تحط فيه اجهزه صوت لانه سابق. لا ابدا، يعني أبداً. انا شفت المسرح، الاكوستيك رائع جدا. كنا نغطي مهرجانات بتدمر، كنا تجي مطربين وفرق وتعمل تقدم عروض فيها بشكل كتير حلو، يعني خصوصي في المسرح لما بتوقف بنص الساحه تبعيه المسرح وبتحكي اي كلمه على مستوى الصوت العادي بيسمعوا كل الموجودين في المسرح. طبعا. طب هل شوف هيك هذا الحكي من ايمتى؟ عم تقلي من الف الثاني. هلا المسرح تعمر في القرن الثاني الميلادي. بس بغض النظر يعني انت طالما بهذيك الايام كان عندنا مسارح، بهالايام بشوف مسارح ما كثير عندنا، يمكن يعني عم تنحسر يعني عندنا كم مسرح بس يعني ما بيكفوا الغرض. يعني لا تنسى انه حتى فتره قريبه كانوا الممثل يسموه مشخصاتي، وكان عيب يعني، الفن كان حرام، الرسم حرام. وين هذا كان؟ المفهوم السائد كان. هلا مفهوم هذا بالعصور الظلامية يعني. ايه؟ العصر العثماني يمكن وبتصور هيك هذا العصر، أما ما بتقدر، هذا فن بالعالم كله وحتى بالسوريين كانوا يحترموه، لأنه لو ما كانوا يحترموه السوريين القديمين ما كان عندنا مسرح بصرة، ولا عندنا مسرح جبلة، ولا عندنا مسرح تدمر، ولا مسرح حلب. هذا مسرح للأسف انتهى. واجبكم انتم كناس تشتغلوا بالسياحة تروجوا كمان. للأسف تروجوا وتذكروا كمان، عم تروجوا بهالمعالم. نحن بنعمل جهدنا. طب احكي لنا شي شغلة تحببنا بهالمعالم الأثرية الثانية مثلا. شو عندك معلم غير؟ عندي الموزاييك الموجود بشهبة، يعتبر كل قطعة موجودة بمتحف في الموزاييك بشهبة تعتبر آية من آيات الفن، إن كان بطريقة الصنع، إن كان باختيار الموضوع. الموزاييك حتى رائع جدا. الموزاييك السوري كان يعتبر، سوريا بالموزاييك كانت الثانية بعد أنطاكيا. أنطاكيا بعد القسطنطينية طبعا. بعد القسطنطينية. إيه طيب، قلعة حلب شو تحكي لي عن قلعة حلب؟ لأي قلعة حلب بحسب الباسة الألمانية المعبد الموجود فيها يعود للألف الثاني قبل الميلاد. قبل الميلاد أكيد. شو كان المعبد؟ شو بيتضمن؟ معبد إله حدد.
حدد، معبد الإله حدد. الإله حدد هذا إله، الإله المعبود الرئيسي. يعني هلأ إذا بدنا نقول مثل إيل عند الفينيقيين، هلأ هو نفس التسمية، إن كان إيل إن كان حدد إن كان بعل، هذا الإله الأوحد كان بالنسبة. هلأ ما كان في تعدد آلهة بيقولوا إله المطر وإله الحر وإله ما بعرف شو القمر وإله الشمس، كانت موجودة هي. هلأ هو إذا بدنا نحكي لازم نحدد مبدئيا شو هو الوثني، مين هو الوثني. تفضل. الوثني يعني بالنسبة لنا كديانات إبراهيمية إنه نحن نعبد إله الله. فرنساوي بسميه ديو، الإنجليزي بسميه God. هو بالنسبة له كان في جوبيتر، كان في مردوخ، كان في زوس، كان في بعل. بالنسبة له كان هذا جوبيتر، كان زوس، إن كان بعل، هو الإله الأوحد بالنسبة له، الإله ذو السيطرة الكاملة، بالإضافة إلى وجود عدة آلهة. كان في إله واحد عنده؟ بالضبط، إله واحد. إله واحد. الإله الواحد نحن سميناه الله. كبير الآلهة. كبير الآلهة. سوبريم جود بالإنجليزي اسمه سوبريم جود. يعني مثل إيل عند الفينيقيين. مثل إيل عند الفينيقيين، مثل حدد، مثل بعل، هو الإله الأوحد. إله الأوحد. الأكبر والمسيطر على باقي الآلهة. يلي في آلهة مساعدة سميهم أبولو، سميهم أفرودايت، سميهم مارس، اللي بدك يا. يعني شو مساعدة قصدك؟ آلهة كمان هدول؟ آلهة يعني مساعدين. آلهة مساعدة، لأنه الإله الأكبر ما كان يظهر، كان يبعث المساعدين تبعونه. يعني هلا فرضا بمدخل متحف حلب في الإله بعل أو حدد اللي بدك يا موجود بالنص، جنبه الآلهة عشتار، جنبه إله مشابه للإله حدد تماما، لسبب أنه الإله لا يظهر للبشر، بيبعث النسخة تبعته. فرضا هذا اللي سافر للشمس وركب أجنحة من شمع، ووصل للشمس دابت الأجنحة. الغاية منها هي ما هي فكرة الشمس أو الأجنحة، الغاية منها هي أنه أنت لما بتصل للإله، الإله هو الحقيقة المطلقة والبشر ما لازم يشوفوها. بس شافوها بينتهوا. إيكاروس هذا إيكاروس لما ركب أجنحة الشمع وطار للشمس، لما وصل للشمس داب الشمع ووقع قبل ما يوصل. قبل ما يوصل طبعا. الغاية منها هي انه الإله هو الحقيقة المطلقة ولا يمكن للبشر ان يشاهدوا الحقيقة المطلقة. هو اللغز ضل اللغز بس هو الأصيد انه هدوك القديمين كان عندهم اذا هو توحيد او بلا واحد كبير آلهة طبعا وآلهة مساعدة او تسميهم اعوان طبعا او شيء، بس كان هيك يعني وظائف محددة، واحد وظيفته انه تبع المطر، الثاني تبع الموت، هذا إله للحياة، إله للخصب، إله للحب، إله الزراعة، إله الحب. أحلى شيء إله الحب. ما بالضبط مين آلهة الجمال والحب عند عشتار أفرودايت؟ هدول عند مين فينا ناخذ؟ هلا عشتار بالمنطقة تبعيتنا، عنا نحن عند اليونان، عند اليونان أفرودايت نفسها هي بس نفسها. عند الرومان فينوس. اي هلا بمناسبة عيد الحب بعد كمان. ايه طبعا. فينوس عند الرومان. افروديت عند اليونان. عند المصريين. عند المصريين. نسيت اسمها هلا. ايه مو مشكلة نتذكر بعدين. ايه المهم. إذا هي الفكرة كانت قائمة. طب كان عندهم هني هذيك الايام مثلا عندنا كان بسوريا نشأ يمكن اسماء كبيرة يمكن. مشهورة تاريخيا في مجالات القانون، في مجالات الفن. بابيان الحمصي مزبوط، هذا حمصي. وكان وما زال تمثاله موجود بنيويورك. بس سمعت بروما كمان. بنيويورك الاثنين يعني هون وهون. هون وهون. ايه شو بابيان الحمصي؟ شو بتعرف بابيان الحمصي؟ مشرع قانوني، هو اصله سوري، من حمص. اصله من حمص. إيه لمين شرع؟ كان يشرع، شرع القوانين المدنية الرومانية بفترة مين هي؟ كان بفترة أغسطس قيصر. أغسطس قيصر. إيه يعني كمان شو في أسماء مشاهير من حلب مثلا؟ أنت بتبارك حلبي، عندك شيء اسم شيء حدا هيك مشهور بحلب بأي فترة؟ أي فترة بدك إياها. الفارابي. فارابي أبو طيب المتنبي. الفرابي احكي لي شو يعني الفرابي. الفرابي الموسيقى أكيد. الموسيقى بس كان موسيقى ولا كان بارع بأشياء أخرى؟ طب العيون يمكن فرابي.
وقول أبو الطيب المتنبي ما طبعا أبو الطيب المتنبي وحتى بيته موجود ما زال موجود بحلب بحلب وين بأي منطقة بمنطقة المدينة القديمة وحاملينه متحف قريب قريب لا لا ما عاملينه لكن شو مين هيك بيت مهمل في محمد قجة باحث رئيس جمعية العاديات مسوي بحث عن منزل المتنبي وأكد وجود منزل المتنبي في هذه المنطقة وأبو فراس أبو فراس ابن عمه لسيف إيه يعني الدولة كمان له منزل ما زال معروف طبعًا لا لا منه معروف, ما معروف لا هلأ هو يقال أنه القصر تبع سيف الدولة الأساسي كان خارج القلعة طيب بدنا شوي ننتقل إذن بعد ما حكينا عن الحضارة السورية خلينا ضمن مجال الحضارة السورية هي السواح الأجانب اللي بيجوا على سوريا مثلا أكثر شيء منين بيجوا؟ أنا بالنسبة إلي بستقبل السواح الإنجليش سبيكينج الناطقين بالإنجليزي بحكوا بالإنجليزي أمريكان إنجليز أسترال نيوزيلندا شو بيبحثوا أكثر شيء بيشوفون؟ شو يهتموا كانوا؟ أكثر شيء بيهتموا تدمر اكيد لا لا قصدي مو بقصد بالمناطق بشو يعني شو الاشياء اللي بتلفت اللي بيهمهم طريقه بهمهم. حياه المجتمع المجتمع ايه كثير بيسالوني عن اسلوب الحياه لانه هن اخذين فكره انه نحن ما زلنا تحت الخيمه لسه بيسالوا عن الحياه الحاليه طبعا عن الحياه الحاليه نحن عايشين تحت الخيمه لا في عندنا جامعات والبنات مخبايين هي اول هي فكره بدي بس قصدي عن تاريخيا شو بيبحثوا يعني عن شو بيتفرجوا على شو مثلا شو بيهتموا بيهتموا مثل ما قلت لك بالمواقع الأثرية ما في شيء معين يعني ما في شيء هلا هو قبل ما يجي لسوريا بكون أريان مطلع على كل شيء مطلع عن تدمر مطلع عن أوغريت مطلع عن إبلة مطلع عن كل شيء بيجي تيثبت معلوماته طب هلا احنا بدنا بس انت كادري سياحي باللاذقية مثلا لسكان اللاذقية اذا كان هي مدنا شغلة ما تكلف كثير وشو بتنصح أكثر شيء لازم يزوروه شو أهميتهم هون بالمنطقة وغير أوغريت لأنه أوغريت معروف كتير شو في عندنا معالم أثرية في عندك صلاح الدين أنا بالنسبة لي من أجمل المواقع الموجودة بسوريا كجمال ومخدمة سياحية تقريبا نص تخديم في نص تخديم تقريبا نص تخديم يعني فيها نظافة مو نظافة قصدي إذا واحد إجا سائح بده يطلع لهونيك بيقدر يقضي في جنبه مطعم ومطعم إطلالته رائعة كمان يعني إيه مطعم إطلالته رائعة طيب لأي عهد هي بتعود صلاح الدين يقال إنه تعود للفترة الفينيقية إيه يقال إنه الإسكندر المقدوني أسطورة طبعًا أسطورة إنه وقت اللي حاصر المنطقة وما قدر ياخدها بالمنام شاف حلم بيدلوا على سرداب تيدخل للقلعة وأخذها القلعة بال950 الامبراطور البيزنطي نيكوفور فوكاس قرر يسترجع المناطق اللي خسرها بال636 فاحتل منطقة الساحل السوري وأسس بداية القلعة الموجودة في صلاح الدين بيزنطية الخندق الموجود بالصخر حفروه الصليبيين بطول 100 متر بعرض 20 وارتفاع 20 متر محفور بالصخر منقور بالصخر وده. كله القلعة تم تعهدها من لورد انجليزي اسمه روبرت اوف ساون دفع من جيبه الخاص لتعمير القلعة ما تم تعهدها لأحد فرسان المعبد او فرسان المشفى كانوا عبارة عن جنود صليبيين عاديين فكان البناء يتم حسب الحاجة وليس حسب تصميم هندسي كان البناء كبير بشكل صلب اعتمد كتير على الموقع تبعه موقع كتير حصين كتير محصن صلاح الدين أخذ بال1188 بعد فترة حصار يومين لأنه الظاهر كان عنده معلومات أنه الحامية كتير ضعيفة نتيجة عدم ورود متطوعين من أوروبا بالقرن الثاني عشر فتم أخذ القلعة بفترة كتير بسيطة
ايه هلا اللي سموه نسبة صلاح الدين رغم هو اخر واحد فتح، هلا هو صلاح الدين لانه هو اخذها ونحن بنسميها قلعة صهيون، قد يكون بالنسبة لي هو تحوير لروبرت اوف ساون، لانه هو روبرت اوف ساون هو اللي اخذها، فتحوير ساون الى صهيون بيكون اسهل. هو تسميته صلاح الدين يعني بس نسبة لكونه فتح صلاح الدين، لكونه فتح وكونه عربي او اسلامي يعني. أيوة. فاتح اسلامي فسميناها بالاسم. طيب قلعة المرقب بانياس شو عندك؟ قلعة المرقب كانت تعود الى فترة الى اسرة بيت منصور، وكانت تم بيع المكان الى فرسان المشفى، فرسان المشفى تعهدوا ببنائها، وتم ممكن تقول واحدة من اخر القلاع يلي اخذ السلطان قلاوون في الساحل السوري. قديمة هي ديش؟ لا هي الحقيقة تعود إلى القرن العاشر أو الحادي عشر لأسرة منصور الميلادي يعني. الميلادي يعني بعد الميلاد. ايه قديمة. طبعا. ايه. طيب شو في عندنا أسماء معالم بلادية ممكن نقول؟ عندك قلعة الحصن، قلعة الحصن بحمص بحمص وطرطوس. ايه. ايه مشهورة هي، معروفة، تعتبر واحدة من أفضل قلاع الصليبيين في العالم. في العالم. في العالم. وضخمة هي. ضخمة جدا. كمان مثلا في قلعة، في قلعة يمكن أو قلاعة صغيرة، قلاعة صغيرة، قلاعة مساعدة، قلاعة مساعدة. لا لا هون مثلا في حصن سليمان بطرطوس، حصن سليمان يعود في المهالبة، وفي ما بعرف حصن سليمان يعود إلى الفترة الآرامية. تم تعديله بالفترة يعني بالقرن الأول، قرن أول ميلادي، وبني بأحجام كتير كبيرة. وكان فيه يعبد الإله هرمس يلي هو حامل لصوص، يعني أي واحد بيدخل للمعبد كان آمن وممنوع متابعته وملاحقته، كان يعبد فيه الإله أبولو. 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 نسبة له مسمين المركبة الفضائية أبولو شيء؟ لا طبعا للإله. للإله. للإله أبولو طبعا. هو هيك. طيب المعروف كمان إنه الكتابة الأبجدية أو الكتابة المسمارية هي اختصت فيها، اختصينا فيها نحن الفينيقيين هون ولا؟ في اختلاف بين الكتابة المسمارية وبين الكتابة الفينيقية. الكتابة المسمارية بداية يعني لما بنقول قبل التاريخ وبعد التاريخ، قبل التاريخ قبل ما نكتشف الكتابة، بعد التاريخ لما اكتشفنا الكتابة. الكتابة بلشت بال 3200 تقريبا قبل الميلاد، كانت كتابة تصويرية مقطعية. بفترة أوغاريت بلشنا نشوف الكتابة الأبجدية مثل ما بنسميها أبجد هوز، ألف باء جيم تاء، موجودة، كانت مكتوبة على رقم فخاري صغير 5 سنتي موجود فيها 30 حرف بالنقش المسماري. بينما الكتابة الفينيقية كتابة كخط عادي مثل ما بنكتب حاليا. هذا اللي يختلف. بينما يعني هلا مثل ما بيقولوا انه الفينيقيين هن اول ما اكتشفوا الخط، هذا الحكي منه صحيح. يعني فرضا على قبر أحيرام شافوا الكتابة بيقولوا انه اقدم كتابة، والحقيقة ما هي اقدم كتابة، اقدم كتابة كانت موجودة في أوغاريت. اقدم ابجدية في أوغاريت. اقدم ابجدية موجودة. في مقارنة بينه وبين الأبجدية السينائية، مين أقدم مين، هذا لساته عند تحت النقاش. لسه ما. لسه. هو بس يقال إنه أول أبجدية. أول أبجدية بس هي. في كتابة كان ما قبل بس هي ما كان في بشكل أبجدية. لا بدنا نحكي بأبجدية نظامية جديد أوغاريت. أوغاريت أول أبجدية بالعالم. حكماً. ويمكن في كثير نحن انجازات موجوده لأوغاريت او هلا بغض النظر عن الابجديه، بدك تقول اول نوته موسيقيه، اول نوته موسيقيه، اول دولاب انصنع، اول دولاب، يقال اول من زرع قمح كمان، اول من اول من زرع قمح، اول شجره زيتون، كل شيء الحمد لله. الاول الاول بس هلا للاسف للاسف هلا ما لنا الاول للاسف، حتى بكره القدم صرنا الاخر ما بعرف للاسف. طيب شو بتحب تحكي بآخر اللقاء هيك؟ نحن قربنا نخلص، كلمة أخيرة هيك تحب توجه؟ كلمة أخيرة، بتمنى سوريا ترجع إلى فترة ازدهارها ما قبل الحرب. ما قبل الحرب. هلأ ما قبل الحرب مو ما بدك يا ترجع لما قبل الحقيقة مثل بقول أنا دائما أنه نحن كنا عايشين ملوك بقروش،
إيه طبعا كنا أرخص بلد كنا العالم كنا عايشين ملوك بقروش. للأسف الوضع كتير تغير، بتمنى ترجع سوريا لفترة ما قبل الحرب. أنا بدي أضيف إليك، بتمنى نرجع مزدهرين وحضاريين إلى كما كانوا أجدادنا مسيطرين على السواحل والدواخل، ووصلت علم وحضارته لسواحل أمريكا قبل بالضبط 5000 سنين. بالضبط. بتمنى نرجع نحن نكون بهالقوة والحضارة. يا ريت. طبعا بحلة جديدة، بآفاق جديدة، بالعلوم الحالية المعاصرة، وليست بعلومهم، هي بعلومهم وقتها بعصرة تفوق العلم هلا اللي عنا، بس نحن بدنا نقيس الزمن. يعني يكفي يقال أنه نهر العاصي يصب في التايبر، يكفي. وين يصب؟ في التايبر. التايبر في إيطاليا، نهر التايبر في إيطاليا. هذا يعني أنه الثقافة السورية كانت تصب في الإمبراطورية الرومانية. ما هي كلها كانت تصب باليونانية، اللي هي حلقة وسيطة على الرومانية. حلقة وسيطة بالضبط. حلقة وسيطة اليونانية كانت، وأغلب حتى العلماء اليونان كان أصلهم فينيقي، وهن كانوا حضارة واحدة بالأحرى. هلا هو ميزة الإسكندر أنه جمع حضارة الشرق والغرب، سوى انصهار بين حضارتنا بثقافتنا مع الثقافة اليونانية. لطشوا منا العلم واخفوه، حتى يقال انه في كتير كتب لعلماء لنا من منطقتنا مخفية، ونحن ما بنعرف فيها، هن بيعرفوا فيها، موجودة بشكل مخطوطات وعم يستفيدوا من العلم تبعنا. يعني يكفي انه التابلتات او الفخاريات اللي كان مكتوب عليها الوثائق لتاريخ اليوم لم يترجم الا 10% منها، او قد يكون ترجم ولم ينشر. ماشي، انا بدي اشكرك بنهايه اللقاء. اهلا وسهلا فيك الاستاذ فتح الله راهبي من حلب وابن اللاذقيه حاليا. تسلم، الف شكر لك. اهلا وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، وارجو تكونوا استمتعتوا بالحلقه معنا. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج من اول السطر. شكرا.